وسهلا فيكم بحلقة جديدة من هي. تجميل المرأة هو عنوان هي الأساسي، ولأنه دائما بنطمح لنعطيك عزيزتي المرأة أبرز الأفكار التجميلية الحديثة، وحكينا بكتير أشياء. هلأ صار دور الأسنان، أسنانك أنتي سيدتي اللي جزء لا يتجزأ من جمالك. إذا كنتي بتعاني من مشاكل في الأسنان أو حتى جاء على بالك تجمليهم، استضفنا اليوم الدكتور أكرم الأدهمي ليساعدك في اختيار الطريقة المناسبة حتى تكوني راضية عنهم تماما. خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ورجعنا لكم من جديد مع أشهر دكتور أسنان في الأردن الدكتور أكرم الأدهمي. دكتور أكرم أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك فرح، وأنا كتير تشرفت بزيارتكم عندي للعيادة، وبتشرف بهاي المقابلة عندي بالعيادة، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، وأكيد الشرف لنا أكبر. دكتور، بداية تقنيات الأسنان كتير اختلفت وتنوعت وتطورت مع مرور السنين، خلينا نبلش بموضوع التركيبات، احكينا شوي عن تركيبات الأسنان وشو هي أنواعها. طيب هلأ بداية لازم نفهم شو يعني موضوع تركيبات تجميلية. هلأ أيام زمان كنا نعمل التركيبات المصاحبة للمعدن، هاي التركيبات كانت منيحة وقوية وممتازة، بس كانت تعمل مشاكل عند اللثة من تغير باللون، ما كانت تعطي شفافية حلوة، ما كانت تعطي ألوان طبيعية للأسنان. منشان هيك العلم تطور وصاروا يعملوا تركيبات بدون معدن. هاي التركيبات بنسميها الخزفية، إلها نوعين مشهورين كتير الناس تسمع عنهم، تركيبات الزيركون وتركيبات الإيماكس الخزفية. ممتاز، هاي التركيبات صارت تعطي حيوية أكثر باللون، صارت تعطي انعكاس للضوء أكثر، صارت تعطي شفافية على الأطراف، صارت تعطي لون وشكل وحجم طبيعي أكثر يتناسق مع لون اللثة والابتسامة، فهيك صارت تعطي جمال أكثر للأسنان. حلو. طيب دكتور، شو الفرق بين تركيبات الأسنان والفيلر زي ما حكينا أنا وياك قبل المقابلة؟ ممتاز. هلأ لازم الناس تعرف أنه التجميل بضم كلمة كتير كبيرة. أي حدا حاب يعمل تجميل بأسنانه شو بتضم؟ بتضم أنه ممكن الواحد يعمل تركيبات إذا احتاجت الأسنان لهذا الموضوع. ممكن يعمل فينير، وراح أشرح هلأ شو الفرق بيناتهم. ممكن شخص تكون أسنانه كتير منيحة وفقط أنه يعمل تبييض لأسنانه، بكون برضو عمل تجميل لأسنانه. ممتاز. شو الفرق بين التركيبات والفينير؟ التركيبات هي عبارة عن غطاء كامل للسن من جميع الجوانب، احنا بنسميها لها كذا اسم، تركيبة، تلبيسة، المعنى الأساسي تبعها انه احنا بنغطي السن كامل. متى احنا بنضطر نغطي السن كامل؟ بنضطر لما يكون في عندي مشكلة بعلاج السن، مثلا انه السن متعالج عصبه، فإحنا بنعمل تركيبة كاملة حوالين السن عشان نحافظ على السن إنه ما يكسر. هلأ الناحية الثانية الفينير، أو بسموها القشور الخزفية، بسموها عدسات الأسنان، إلها كتير مسميات. فكرتها الأساسية إنه إذا كانت أسناني سليمة، يعني العصب سليم فيها وما في عندي أي مشكلة، بس أنا حاب أعمل تجميل لأسناني لأنه شكل أسناني مش عاجبني، اللون مش عاجبني، في عندي بعض أمراض طبقة المينا الخارجية، هاي بتعمل عندي تأثيرات على الابتسامة والواحد يبطل عنده ثقة. فصرنا نغطي الواجهة الأمامية فقط للسن، مش السن كله زي التركيبات، فقط الواجهة الأمامية تعطي لون دائم بنقدر نغير فيها الشكل، الحجم، صفة الأسنان. حلو دكتور، عملية تركيب الفينير قديش بتاخد وقت بالعادة؟ تمام. هلأ كتير الناس عم تسمع مسموعات إنه عملية تركيب الفينير أو القشور ممكن تاخد زيارتين خلال 3 أيام، خلال أسبوع،
واتفر شو الموضوع اللي بيلعب دور كتير كبير في هذا الجواب، الوضع الصحي تبع الأسنان للمريض. هلأ الوضع الصحي بيشمل شغلتين، اللثة والأسنان. اللثة لازم تكون اللثة كتير سليمة، يكون خط الابتسامة واللثة للمريض صحيح عشان نعمل فينير بأحجام صحيحة. ووضع الأسنان إذا كان في تسوسات، في مشاكل في طبقة المينا، الأسنان بدها ترميم، كل الشغلات هاي بتلعب دور. فلازم نعمل فحص سريري للمريض، نقدر الوضع الصحي للأسنان واللثة، وبعدها بنقدر نقرر إنه قديه بياخد الفينير وقت. هلأ الفكرة إنه إحنا إذا أخذنا المقاس وبعتنا المقاس للمعمل، من 4 أيام لأسبوع ماكسيموم بتكون الحالة جاهزة، وبنقدر نلزق خلال زيارة واحدة، وتحضير الأسنان بياخد زيارة واحدة. لكن عدا ذلك، شو قبل ذلك من تحضيرات عشان نعمل هاي الخطوتين، هذا اللي بيلعب دور. حلو. طيب أنت دكتور حكيت لازم نتأكد من سلامة وصحة الأسنان للمريض. تمام. في أشخاص، واللي كمان حتى بالفعل في أشخاص ما بنقدر نعملهم فينير، يعني هل في أشخاص مثلاً ممكن يجوك العيادة تحكي لهم سوري أنا ما بقدر أركب فينير أو فيسينج؟ طبعاً. إذا كان وضع الأسنان يعني في تسوسات واصلة للأعصاب، أو في تهتك كتير في طبقة الأسنان، هون ما بنقدر نعمل فينير، لأنه إحنا حكينا الفينير بيركب على الأسنان السليمة، اللي موجود عصبها واللي العصب فيها حي. لما يكون أسنان معالج عصبها، ما بنقدر نحط طبقة رقيقة فقط على الواجهة الأمامية، والسن أصلاً ضعيف. بهاي الحالة بنلجأ للتلبيس. بهاي الحالة بنلجأ للتلبيس. وهون في نقطة كتير لازم أحكيها منيحة، إنه المريض أحياناً بيجي بيحكي للدكتور، مرحبا دكتور أنا بدي أعمل أسناني فينير. هو كأنه عم يعطي أوردر للدكتور إنه عمل لي فينيرز. هلأ هون دور الدكتور لازم يوعي المريض إنه شو الإشي الصحيح لإلك، لأنه ممكن يعمل فينير للمريض وبعد فترة ينكسر السن أو ينكسر الفينير، وهون حيصير إنه في لبس ما بين إنه هل صار تم علاجي بطريقة صحيحة أو لا. طيب تمام. الفينير لما أحطه على الأسنان، خلص خلصنا من هاي العملية، تمام، قديش بتدوم مع الأسنان أو قديش بضاين على الأسنان؟ طيب بدي أجاوب العمر تبعها. أيوة. بدي هذا السؤال على فكرة كل يوم بنسأل فيه بالعيادة. بدي أجاوبه بطريقة سهلة. هلأ طبياً وأكاديمياً والكتب تحكي لنا من 8 ل10 سنوات. حلو. طيب هل هاد السؤال له سؤال تاني دكتور، هل عليهم ضمان؟ كلمتك إنه عليهم من 8 ل10 سنوات ضمان. أوكي، كل شخص بيفرق عن التاني. من أي ناحية؟ من ناحية الاهتمام بالأسنان. هلأ إحنا لما نحط طبقة الفينير بطريقة صحيحة على الأسنان، يعاملوا كأنهم معاملة الأسنان الطبيعية. يعني لازم أنا أنظف أسناني، لازم أعمل زيارات تشيك عند الطبيب. حتى بالعكس الشخص اللي عامل فينيرز لازم يهتم بأسنانه أكثر من الشخص العادي. هلأ الأسنان الطبيعية لو أنا ما نظفت أسناني وما اهتميت فيهم وما رحت زيارات دورية عند الطبيب، حيصير فيها برضو أكيد مشاكل. صح. فاللي عامل فينيرز حيكون عنده اهتمام أكثر بهذا الموضوع. طيب قد ايه العمر الافتراضي؟ نرجع لنفس السؤال، حسب اهتمام المريض وحسب كيف بيعاملهم. أوكي. كيف بيعاملهم من أي ناحية؟ حصير يأكل ويشرب أي إشي بده إياه، ما عدا شغلتين أنا دايماً بوصي مرضاي عليهم. أوكي. المكسرات، مش لازم نأكل مكسرات بزر والشغلات هاي على الأسنان الأمامية، لأنه هاي بتضل بالنهاية خزف. مع قساوة المكسرات ممكن تأثر على الموضوع. وبنفس الوقت بنحاول نتجنب المأكولات القاسية مثل التفاح، الجزر، الأمور هاي إننا ناكلها بالطريقة الشرهة الناس بتحب فيها. كثير ناس يا حرام بكونوا بتاكل تفاحة مثلا بيوقع سنها يعني. هلا احنا ليه بنحاول نفهم المريض إنه التفاح والجزر والأمور هاي انت مش ممنوع إنك تاكلها، بس احنا بدنا نغير من طريقة أكلها. عادي جدا لو قطعنا التفاحة وأكلناها. صح.
يعني مش حقيقة مش هو أسهل من القضمة يعني هو لا هي الناس تعودت على هاي الشغلة من التفاح بس هو مش راح يقلل أي نوع من أنواع فوائد التفاح أكيد صح. طب حكيت أنت عن اهتمام بالأسنان في أشخاص للأسف ما بيقدروا قيمة خيرة الأسنان بدنا شوي قديش مهم خيرة الأسنان والله خيط الأسنان خصوصاً مريضة عندك قصدك فرح يعني يعني أوكي. شوي ما بس لاش نشد عليها كثير يعني خيط الأسنان جداً مهم مهم للمرضى لأنه إحنا بنوصل فيه لمناطق المريض ما بيوصل فيه عن طريق فرشاة الأسنان العادية صح. خصوصاً الناس اللي عندهم تراكم ما بين الأسنان أو عندهم ميلان بالأسنان وفي أسنان راكبة على أسنان تاني مستحيل يقدر يوصل المريض لهاي المنطقة إلا عن طريق خيط الأسنان برضو استخدام خيط الأسنان بطريقة يعني أجريسيف أو عنيفة شوي برضو بتأثر على اللثة أو على الأسنان بطريقة مش منيحة فالاعتدال دايما هذا إشي كتير منيح بكون صح. فهلأ في أجهزة هاي النقطة بدي أحكي عنها برضو كتير مهمة في أجهزة طلعت من جديد إحنا بنسميها الووتر بيك هاي عبارة عن أجهزة بتضخ المي على شكل خيط كتير هاي الأجهزة منيحة للمرضى اللي عاملين زراعة أو عاملين تركيبات ومش حابين كتير يستخدموا الخيط أو مش قادرين يوصلوا للمناطق زي المرضى اللي عاملين جسور للأسنان صعب كتير يوصل بالخيط تحت الجسر عشان ينظف أوكي. هاي الأجهزة بتضخ مية بتنظف الأماكن اللي ما بتوصلها الفرشاة فبرضو هاي بتسهل شوي على الناس استخدام الخيط طب دكتور هاي أنا بقدر أستخدمها؟ أي شخص يعني هل هي مفيدة إلي؟ أي شخص بإمكانه يستخدمها هي كتير منيحة قلنا أو الأولية للموضوع للناس اللي عندهم جسور أسنان أو اللي عندهم زراعة أو تركيبات لكن الناس اللي أسنانها سليمة برضو بإمكانه يستخدمها وبإمكانه يستخدم الخيط حتكون إضافية خلينا إضافية بالضبط بدي أرجع كمان لنقطة في الفينير دكتور في كثير أشخاص بخافوا من هذا الموضوع اللي هو الفينير أو التركيبات خلينا نحكي لأنه بحكي لك أنه لازم نبرد السن لدرجة كثير نحيفة فدائما الأشخاص بحاولوا أنهم يحافظوا على أسنانهم الطبيعية بقد ما يقدروا شو رأيك بهذا الحكي؟ قديش تغير؟ تمام هلأ كتير الناس بتخاف من موضوع برد الأسنان برد الأسنان أكيد إشي بيخوف لأنه حنفقد كتير من قيمة السن والمشكلة في الموضوع إنه اللي بروح من السن عمره ما برجع إلا عن طريق التعويض إنه إحنا بنعوض بنبني السن تمام هلأ أيام زمان نفس الفكرة إنه أيام زمان اختلفت عن هلأ أيام زمان كانت المواد هاي الخزفية التجميلية تحتاج لسماكة عالية شوي عشان تعطي صلابة أكتر عشان تحافظ على حالها من الكسر لقدام أوكي. ممتاز هلأ مع التكنولوجيا والتطور صارت هاي المواد صناعتها بتعطي صلابة أكتر عند سماكة أقل فصار الموضوع بالنسبة لنا إنه إحنا مش بحاجة نعمل برد الأسنان بالزيادة عن اللزوم عشان نكسب صلابة عن طريق السماكة الزيادة اللي بالمادة تمام فما في داعي نخاف يعني. صارت يعني قيمة البرد قيمة البرد صارت كتير أقل طيب دكتور احنا حكينا عن الفيسينج ولكن ما فصلنا بدنا نحكي عنه شوي أكثر الفيسينج وشو فرق الفيسينج عن الفينير كونهم هم الاثنين كطبقة أمامية للأسنان تمام هلأ الفيسينج كتير ناس بسألوني عنه شبه يعني يومي عم بنسأل عن موضوع الفيسينج الفيسينج هو أحد أنواع التجميل ممتاز برضه هو بيركب على الواجهة الأمامية للأسنان بدون ما نلمس أي طبقة من الواجهة الداخلية هاي المادة بتنصنع أو بتنعمل عن طريق الطبيب بالعيادة المعمل ما له دخل بالموضوع هي عبارة عن حشوات تجميلية في منها فئات كتيرة إشي اسمه النانو سيراميك وحسب هاي النوعية تاعت الحشوات اللي بنستخدمها على الواجهة الأمامية للسن هلأ الناس كتير حابينها وعاملة ترند بطريقة خيالية ليه؟ لأنها سريعة لأنه المريض ممكن يفوت اليوم كمان ساعتين خلاص طلع أسنانه كلها لونها أبيض شكلهم أحلى صفتهم أحلى الأمور هاي تمام وبنفس الوقت إنه سعرها كتير أقل من الفينير
شو الفكرة الأساسية تبعتها؟ إلها ميزات حلوة وإلها عيوب، لكن أنا برأيي الشخصي عيوبها أكثر من ميزاتها. شو عيوبها؟ إنه هي ما بتطول كتير، لأنه يعني قديش بتدوم دكتور؟ فترة. شوفي نفس السؤال برجع أقول لك حسب اهتمام المريض، بس هي ممكن تقعد سنة، ممكن تقعد سنتين، ممكن تقعد 5 سنين. هذا الرينج تبعها. بس ليه هي ممكن تقعد هاي الفترة؟ لأنه طبيعة المادة اللي هي الحشوات التجميلية هي هيك ميزاتها. إلها عمر افتراضي معين، إلها سيستم معين. نفس الطبقة هاي بتغير لونها، خصوصا للناس المدخنة أو الناس اللي بتشرب قهوة كتير أو أي تصبغات ممكن تصير. وبنفس الوقت هاي المادة صلابتها أقل كتير من الفينير، فممكن تنكسر أسرع. يعني ممكن نلاقي أنه المريض اللي مركب فيسينج كذا مرة ممكن يروح بالسنة عند الدكتور، لأنه صار عنده كسر بهاي الزاوية، صار عنده خدش بهاي الزاوية، هاي الزاوية أطراف الأسنان صار فيها تلون، وهذا اللي عم بصير. طب الفينير ما بصير هذا التصبغ في الألوان؟ الفينير خزف، الخزف ممكن يصير فيه تصبغ للأسنان، بس أول ما نفرش أسناننا خلاص رجع الخزف كأنه جديد من أول وجديد. فهذا الإشي اللي بيميز الفينير، وخصوصاً لما يكون الفينير مغطي السن بطريقة ممتازة، فالناس اللي بتعاني من التصبغات اللي بتصير ما بين الأسنان وخصوصاً المدخنين كتير الفينير بحل هاي المشكلة. طب احنا ما حكينا عن إيجابيات الفينير وسلبياته. ممتاز. برضو الفينير له إيجابيات وله سلبيات. إيجابياته أنه بيعطي لون حلو دائم، بيعطي شكل رائع، بيعطي صف للأسنان رائع، يعني له ميزات حلوة وأنه بيطول عمره أكثر. شو سلبياته؟ سلبياته إشي كتير مهم أنا بالنسبة إلي، إذا ما في حاجة أنك أنت تركب فينير أنه أسنانك سليمة وما مالها أي إشي، من سلبياته انه احنا حنضطر نبرد شوي من السن عشان نركب هاي الطبقه. فاذا انا مش مضطر اني ابرد من السن حيصير هذا الموضوع. هاي شغله. الشغله الثانيه من سلبياته انه اذا كان راكب بطريقه غلط او كان في بعض الزوايا او الاطراف منه مش راكبه على السن بطريقه صحيحه، هاي ممكن تعمل تسوسات لقدام، بتعمل تجمع لبعض الأطعمة وبتعمل تجمع للبكتيريا، والأهم من هيك كله الناس يعني رعبها رائحة الفم الكريهة. صح، وهاي النقطة اللي كتير مهمة. ليش ممكن بعض الفينير دكتور فعلا في أشخاص بيشتكوا إنه بعد ما يركبوا فينير أو تركيبات بيصير في عندهم رائحة أسنان كريهة بالتمثيل؟ مظبوط، لأنه ما بكون الفينير راكب بطريقة صحيحة على السن. بدنا نقول في حق شوي على الدكتور، في حق على المعمل، في يعني كتير عوامل ممكن تدخل بهذا الموضوع. بس الفكرة الأساسية إنه ببين معنا صدقا من أول 5-6 شهور إذا حتى مش أقل. إذا كان في أي مشكلة بالفينير أو حسيت إنه عم بيطلع ريحة، إنه عم بيجمع أكل، عدم راحة بالموضوع، لازم المريض يخبر الطبيب. بالضبط، وزي ما حكيت دكتور في كتير كمان أشخاص بيركبوا الفينير على الأسنان الطبيعية فبيطلع بتطلع الأسنان بارزة، بيشوه الابتسامة أنا برأيي. حلو، هذا النوع اللي هو ما ذكرناه من نوع التجميل، إحنا بنسميه اللومينير. اللومينير شو اللومينير؟ هو عبارة نفس مبدأ الفينير لكن بيركب على الأسنان بدون برد. والناس كتير حاب الموضوع هذا لأنه أنا ما ببرد أسناني، مع أنه هو كمنظر دكتور سيء بالنسبة لي أنا. لا، هو مش منظر سيء. هو منظر سيء إذا أنت ركبتيه على الحالة الخاطئة. بالضبط. ممتاز. أنا عشان أركب لومينير على الأسنان ولازم أنه ألاقي أنه الأسنان ما بدها برد، لازم يكون عندي معطيات. مثل إيش معطيات؟ في عندي مريض عنده فراغات كتير بين الأسنان وحجم الأسنان صغير. أوكي. فأنا مش مضطر أني أبرد من السن، لأنه في معك مجال، لأنه أنا معي مجال. يعني في ناس كتير عندها أسنان صغيرة
وهي بتكون يعني خلقة رب العالمين إنه والله الحجم الأسنان صغير أو في فراغات كتير كبيرة بين الأسنان أو داخلين لجوه أكتر. فأنا لما بدي أعمل تجميل لهاي الحالة أنا بكون مبسوط إني أضيف لهاي الحالة مش إني أخذ من هاي الحالة. بالضبط هذا اللي كنت أحكيه دكتور. في أشخاص للأسف بتكون أسنانهم صفتها طبيعية وبروزهم طبيعي، فلما يحطوا هاي الأسنان بيصير عند المنظر اللي هو البلكي، بتحس الأسنان مزبوط. طال على برا. مزبوط. والناس طيب. بتشكي أحيانا إنه بيقول لك أنا حاس حالي مركب طقم أسنان. صح أيوة. نقطة كتير بسمعها. طيب دكتور أنت اشتغلت كتير بهذا المجال ولك باع طويل وخبرات طويلة، في كتير أشخاص خصوصا أول ما طلعت فكرة الهوليوود سمايل صاروا يلجأوا لتبييض الأسنان للإكستريم، برأيك إيش لون الأسنان المناسب لاختيارهم في الفينير أو حتى الفيسنج؟ تمام. ما في لون معين، هو الحلو واللي لازم كل الأشخاص يركبوا. كل شخص له معطيات عشان نختار له اللون المعين لإله. شو اللي بيلعب في هذا الموضوع؟ أول عامل بيلعب في هذا الموضوع لون البشرة ولون اللثة. لون اللثة مزبوط. هلأ في كتير من الناس لون بشرتهم بكون حنطي، ما بقدر أنا أحط لهم درجة عالية من البياض. صح. هيعمل انعكاس على لون أسنانهم كأني حطيت أعلى لون أبيض في الأسنان. هاي النقطة كتير مهمة، لازم إحنا يعني هون بالعيادة بنعمل جلسة كاملة ما بيني وما بين المريض وما بين فني الأسنان لعشان نقدر نختار شو اللون المناسب لبشرة المريض وللون اللثة. هلأ في كتب وفي في مقالات صرنا نلجأ لإلها بطريقة كتير كويسة إنه حتى درجة بياض العين بتلعب دور كتير بلون الأسنان، لأنه ما تصير الابتسامة درجة بياض العين لو كانت أعلى من درجة بياض السن حيصير يبين إنه عندي لون السن داكن أكتر حتى لو أنا كنت حاطط لون فاتح. والعكس صحيح، لو كانت درجة بياض العين أقل من درجة بياض الأسنان حنصير نحس إنه لون الأسنان كتير مزعج وكتير أبيض مقارنة بالوجه. فهاي النقطة مهمة. آخر إشي بس بدي أحكي عليه عن موضوع اللون، موضوع لون اللثة. هلأ ما في إشي اسمه لون لثة دائم. أكيد الناس اللي بتدخن كتير عم بيعانوا يا حرام من موضوع اللثة الداكنة اللي جاي لونها على زرق واللي فيها تصبغات. في ناس خلقة رب العالمين بتكون صبغة الميلانين اللي موجودة باللثة عالية أكتر فبتعطي لون داكن أكتر. هلأ في عنا نظام حلول لموضوع لون اللثة عن طريق الليزر والأمور، بس طبعا الواحد لازم بعدها يبطل دخان او يمسك يدير باله على شغلات كثيره. اوكي دكتور، من خلال حديثنا هذا رح استغل الفرصه واحكي لمشاهداتي خصوصا انه احنا السيدات دائما نهتم بالشكل الخارجي. التدخين مش بس له اضرار على الجسم من جوا ولكن كمان له اضرار على الشكل الخارجي. التدخين له اضرار على اللثه وعلى الاسنان وعلى البشرة كمان. فإحنا كمان لما نفكر كسيدات مدخنات مش بس عشان الجسم من جوه، لا كمان عشان نحافظ على شكلنا وعلى أسناننا وعلى بشرتنا للبدء. دكتور خلينا نرجع معك لموضوع التبييض، تبييض الأسنان. احكي لنا أكثر عن موضوع تبييض الأسنان وشو آخر التقنيات الموجودة بهذا الخصوص وهل تنصح فيه أو لا؟ تمام. هلأ أول إشي لازم نفهمه عن موضوع تبييض الأسنان وهاي نقطة كتير مهمة، إنه التبييض هو عبارة عن إجراء مؤقت. حلو. هو مش إجراء دائم. هو معظم التبييض أو أكثر أنواع التبييض هو عبارة عن نوعين مشهورين، هو نوع بينعمل بالعيادة ونوع بينعمل بالمنزل. حلو. اللي بالعيادة في عنا أنواع مثل الليزر، مثل جهاز الزوم، مثل أجهزة تانية موجودة بالسوق، كلها بيؤدي لنفس النتيجة، هي عبارة عن مادة كيميائية. هاي الأجهزة بتحفز المادة الكيميائية عشان تعمل تبييض بالأسنان خلال الجلسة الواحدة أو أكثر من جلسة خلال اليوم اللي بيجي فيه المريض على العيادة. حلاوة هذا الموضوع إنه بيطلع المريض بأسنان بيضة
بنفس الجلسة، فبشعر بشعور جدا حلو انه انا جيت زيارة على طبيب الاسنان طلعت اسناني لونها ابيض، وهذا اشي كتير منيح وبحسن من نفسيته وبحس بفرق. اكيد يعني طبعا وبس مشكلته الاساسية انه ما بيطول كتير، لانه لازم نعمل تجنب للمشروبات الداكنة، التدخين، الارجيلة، الامور هاي لمدة معينة عشان نقدر انه يصير في تنعيم للأسطح الخارجية للسن بعد عملية التبييض، لانه هاي الأجهزة بتعمل تخشين خفيف لسطح السن الخارجي. النوع الثاني اللي هو احنا بنعمله للمريض عن طريق قوالب بالبيت. هاي القوالب في قوالب معينة لكل مريض، لانه احنا بناخد المقاسات وبتنعمل بالمعمل، وبعدين بنعطي هذا المريض عبارة عن إبر من المادة الكيميائية هاي، بصير المريض يحقن هاي المادة داخل القوالب ويلبسها بالبيت لعدد ساعات معين، وبصير في تبييض للأسنان. له ميزات دكتور؟ طيب تقريبا بتعطي نفس النتائج. شو الميزة والعيب ما بين الاثنين؟ التبييض المنزلي لازم يكون الواحد شوي باله طويل، لأنه بده 7 ليالي 8 ليالي أحيانا أقل أحيانا أكثر، فكتير من المرضى بيزهقوا إنهم يوصلوا لهاي المرحلة. نتائجه بتصير تدريجيا، والمريض بيقدر يكون دكتور نفسه في البيت، لأنه ممكن من الجلسة الرابعة يحس إنه اللون صار منيح فيعمل ستوب، ممكن من الجلسة الثامنة حاب يستمر، ممكن يخلي باقي الكت عنده بالثلاجة موجود، وكل فترة والتانية يصير يستخدم هذا المنتج بس بطريقة طبعا تحت استشارة الطبيب، عشان دايما أي شغلة بنعملها في الحياة الإفراط منها بكون في ضرر إلى نتائج. هل في ضرر على تبييض الأسنان؟ ما في ضرر يذكر، ولا حتى الدراسات حكت، إلا إذا صار في زيادة خارج التعليمات للتبييض. وحالياً طب كيف بإمكاننا نعمل حركة إنه إحنا ميزات وعيوب تبييض العيادة وميزات وعيوب تبييض المنزل ندمجهم مع بعض؟ صرنا نعمل جلسة أو جلستين بالعيادة ونكمل الباقي بالبيت، فإحنا بنصير ناخد ميزة الأول وميزة الثاني، ونقلل من عيب الأول ونقلل من عيب الثاني، فعملنا توازن بهاي الطريقة منيحة. لازم المرضى يفهموا شغلة كتير أساسية على موضوع التبييض، موضوع حساسية الأسنان. كتير بيسألوا دكتور أنا ما بحب أعمل تبييض، بتعمل حساسية أسنان؟ هي عبارة عن مادة كيميائية بتعمل مسامات أو بتفتح مسامات جدا دقيقة ما بتشوفيها بالعين المجردة في الأسطح الخارجية للسن. هاي المسامات تاخد 2-3 أيام أو أقل عشان تسكر. وجود المسامات المفتوحة بعد التبييض هو اللي بيعمل الحساسية. أول ما تسكر المسامات راحت، فالحساسية جدا طبيعية خلال أول 24-48 ساعة. حلو. طيب دكتور رح نحكي عن التنظيف، تنظيف الأسنان بالعيادة. تمام. قديش بتنصح المريض يعمل تنظيف أسنان؟ إيش الفترة اللي لازم تكون؟ هلأ الفترة الأساسية المتعارفة دائماً كل 6 شهور لازم يكون في زيارة لطبيب الأسنان عشان نعمل تشيك على الأسنان ونعمل تنظيف للأسنان واللثة من الجير ومن التراكمات والتصبغات اللي بتصير على الأسنان. بعض المرضى عندهم نسبة التكلس اللي بتصير في الأسنان جداً عالية. أنا عندي مرضى كل 3 شهور بيجوا يعملوا تنظيف، وعندي مرضى كل 8 شهور أو 9 شهور بيجوا يعملوا تنظيف. تفرق من شخص للتاني حسب كمية التكلس اللي بتتراكم عند مريض للتاني. طيب دكتور بدي أحكي عن موضوع يمكن سؤال أنا كنت أسألك إياه بس نسيته في البداية، الفينير والفيسينج، هل هم ممكن يغنوا المريض عن إنه يعمل تقويم؟ تمام. دائما 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 الأولوية بالعلاج التقويم. حلو. وهذا إشي إحنا يعني ما بنقدر نستغني عنه. طبيب التقويم هذا طبيب يعني لازم نستشيره قبل ما نعمل أي حالة. هلأ في بعض الحالات بإمكاننا نغني، مثل شو؟ لما نلاقي مثلا إنه عمر المريض ما بيسمح إنه نعمل له تقويم،
فبنلجأ لموضوع الفينير ممكن يكون أسرع. لما نلاقي إنه مثلاً عندي تآكل أو مرض في طبقة المينا للمريض وإنه وجود الفينير لإله هو حل علاجي أكثر من إنه تجميلي، ممكن نلجأ للفينير في هاي الحالة. لكن دايماً الأعمار الصغيرة والأولوية دايماً للتقويم. وفي حالات كتير بيتم فيها دمج ما بين علاجين، التقويم مبدئياً والفينير بعديها. لأنه لو أنا بدي أعمل للحالة فينير من بدايتها وكان فيها تراكم الأسنان كتير، رح أضطر أني أكل كتير من السن عشان أوصل لمرحلة صف الأسنان بطريقة صحيحة. أحياناً كتير دكتور التقويم بيساعدني بصف الأسنان قبل ما أعمل أنا حالة الفينير عشان أخفف من مقدار البرد اللي بيصير للأسنان قبل ما أعمل الفينير. دكتور نورتنا اليوم وشكراً أنك أنت جاوبت على هاي الأسئلة. هلأ خلينا نشوف كيف تركيب الفينير. تمام إن شاء الله يا رب هلأ راح أشرح لكم وأوضح لكم بس بالفيديو خفيف.